25 في الهبطة تاع 14. ايه كانت متزارة في ذاك النهار، متزارة بكل معنى الكلمة. كاميو الاول ديرابا، وكانت هذاك النهار صبت الشتاء، اول نهار تصب الشتاء تزلق الدنيا. ومن بعد بداو يلصقوا الطوموبيلات على حسابه. شي يحكي لي هو قال لي ما قدرتش، قال لي سيت الماكسيموم باش نفريني. قال لي ما قدرتش. علاش ما توفاش في الاكسيدون؟ نو كان نورمال. احنا في الاكسيدون الاولى اللي حطيناه تاع عمود باسكو ترتق بالدم من نيفو فمو يحاشك يرجع الدم ونيفو في هذيك اللي شافوا كامل قال امبوسيبل يعيش. اون بلوس كي ديناه السبيطار يموراجي انتر فوق المخ. الله اكبر. وكسر في الاكسيدون الثانيه لبس بيه. ايماجين واش معناتها جرح هكا صغير ما فيهش لبس بيه. تما كان كونسيون يهضر كونسيون ويحكى لك واش صرا. حكى لي بلي ديتاي كيفاش صرات له. وجوست دخلت عليه في لوبيتال كان هذا في عمره 7 موا. دخلت ديريكت قال لي علاش جيتي وخليتي وين خليتي اياد وين راه ولادك وين خليتيهم. حاجه الاولى اللي هضر عليها ولادو ولادك وين علاش خليتيهم وين خليتيهم باش من بعد افخي بدا يحكي لي كيفاش صرات له يعرف الغاشي. وشحال قعد في السبيطار؟ 9 ايام. 9 ايام في السبيطار. نهار التاسع توفى. نهار التاسع باش توفى؟ ايه نهار التاسع بصح كان كوما. من بعد الام ديالك عام من بعد عام حساب عام من بعد في رمضان؟ لا ماشي في رمضان. عام لو 5 البرومي جوي لو 5 جوي توفات. عام من بعد ناضت باش دير بيبرون اياد جات شعل الغاز ترتقع عليها الغاز. ايه باسكو انا في هذاك الوقت كنت بيان سور لازم نخدم على ولادي. مولي توفى راجلي انا ما درتش العده في داري ما درتهاش. كنت نتمنى نديرها بيان سور سورتو كي تكون الدار تاعي. ما درتيش العده في دارك؟ لا. علاه؟ خرجوني قبل. شكون اللي خرجك؟ خرجني شيخي بابات المرحوم. بابات راجلي. نهار تروازيام جور تاع العيد باسكو راجلي توفى نهار 10 تاع رمضان. نهار الثالث تاع العيد كوبا لي تريسيتي. يعني مر رمضان. مر رمضان 3 ايام. كوبا الكتريسيتي في الدار. كوبا الكتريسيتي. انت وين كنتي عايشه؟ انا في الايطاج الفوقاني باسكو راجل الله يرحمه كان بنا ايطاج. يعني دارك خيدي في البونكا وكان ثاني تكلم دراهم. يعني كنتي ساكنه مع دار شيخك. هما عايشين في التحت. تحت وانا في الطابق الاول. الطابق الاول. وتروازيام جور تاع العيد كوبا الكتريسيتي. كوبا الكتريسيتي. علاش واش من السبب؟ هكا والو مع انا كان كيما على بالك بلي كاين واحد لي بابي لازم نخدموه مول الوفاه. تروازيام جور حلوا البلديه وجداني خويا وحنا نخدم لي بابي. كي جيت خارجه بدا يعيط انا ما فهمتش علاش عم بالي على العده. قلت له بابا محتمه عليا نروح. قال لي لا 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 ماشي محتمه عليك تروح روحي كامل علاش. بعد كانت تما لوستي بدات تبكي. قالت لي روحي ما تتبعيهش. قلت روحي خدمي كواغط ولادك. واحد محي انا على بالي واش كاين. بعدك رحت خدمت لي بابي. كي جيت بدا يعيط. جات قال لي خلاص روحي. قال لي ديجا واش تريحي ديري هنايا انت راجلك مات الغولاسيون تاعنا تقطعت خلاص. بعد انا في ذاك النهار قلت له كي نروح انا هذوك فاش ندير لهم ثلاثه وكان وحدي نروح بصح هادو انا وين حنديهم ثلاثه. باكلوستي بنته بدات تبكي طلعت لعندي قالت لي شوفي ما تروحيش وما تتبعيش دخلي لدارك غلقي الباب وخليه دوك يتكالما. قلت لها بصح علاش وشنو السبه خي كنا نورمال. ديجا داك النهار اللي دار فيه وليدو اكسيدون نطيب له في الفطور ونحبط له فيه باسكو رمضان وعلى بالي بلي هما كبار يعني ماهمش كبار فريمون مي كومام يسحقوا لي يخدمهم. ومن بعد جا وخاوت شيخي كي سمعوا بلي كوبا لي تريسيتي جاو هضروا معاه قالوا له لا ماشي كاش منها. قال لهم راحت وحدها طلع الكونتور وحده. كي هضروا معاه ريحت نهار وليل بلا تريسيتي. من بعد كي سمعوا جاو هضروا معاه عاود رجع حالي. ومن بعد عشنا دوك اليامات تاع هضره تجيب هضره لازم تخرجي. قال لي ديرك لازم تخرجي ما نقدرش انا نزيد نستنى اكثر من هكا اون بلوس دار للبيع. ومن بعد موراها زدت كملت شويه ايامات موراها نحالي غاز دو فيل هذا في العيد الكبير نهار دوزيام جوغ تاع العيد.
جيت نشعل هذا صغير راح نديرلو البيبرون، لازم ندفي الماء باش نديرلو البيبرون. جيت نشعل صبت ما كاش، عيطت كانت عندي بتخوه، عيطت لدارهم سقسات في التليفون قالت لهم على عندكم الغاز، قالوا لها ايه نورمال. زادت حبطت سقسات في دار خوها عندهم، سقسات اللي اون فاس عندهم، بعد حبطت لتحت صابتهم مشاعلين الغاز، قالت لي عايشه الغاز راه غير عندك عمي. حبطت هضرت معاه قال لي داري وانا حر فيها. قلت له عباك واش راح ندير؟ قلت له راح ندير بيبرون هذا. قال لي هاكا وخرج. باك بداو يكثروا المشاكل، يزيدوا يزيدوا يزيدوا، ومن بعد الاخره لي خلاص طفى لي الماء، نح ماشي طفاه، نحى التوي ولي يطلع عندي كامل كوباه تاع الماء. ريحت وقيلة دي جوغ بلا ماء. تسمع ما عاودش رجع لك الغاز؟ نو رجعوا الغاز، ماشي هو، جاو خاوتو تاني، واشاك فوا خاوتو يعني حتى وليت نحشم نعيط لهم، اشاك فوا يدخلوا فيها خاوتو يدخلوا فيها خاوتو. بعد كي كوبا لي الماء جا خوه، خوه اللي قل منه قالوا انا نخلص لها الماء، قالوا خليها تمشي الغاز والماء وتريسيتي انا نخلص، كل ما يجي انا اروح لعندي ندبر راسي، انت ما تهدرش كامل. ومن بعد قال له حتورتوني في داري وانا حي. بدا يعيط خوه خرج ما قدرش يهضر، قال له كيفاش بيك وليدك هو اللي بناها؟ قال له انا الاول نهضر بلي محمد اللي بناها. قال له ما حتورتوني في داري. من بعد قال له الماما واش يطلع وحده ناقص؟ قال له كيفاش انا عندي بطروازيام ايطاج يطلع وانت بريمير برك ما يطلعش؟ قال لهم خلاص تروح لدارهم، راح راجلها خلاص ما عنديش ولاسيون معاها. يعني ما كملتيش العيد؟ اكمل. سفريتي هذاك اليوم؟ سفريت سفريت تاع الصح من الموت تاع زوجك. شغل انا اصلا كنت في ذاك الوقت كان نعمة الزوج، ماشي 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 راجل نورمال، تا ما ماشي نورمال، كانش نورمال. كيفاش كانت علاقتك؟ كان انسان يعني مليح مليح لابعد درجه، مليح ما تبي نقول لك مليح قليل فيه قليل، ماشي مليح معايا برك، هي مع كامل الناس اللي يعرفوه، مرضي والديه داير لهم هكا مام انا سورتو، يعني ما ماشي انسان عادي، هو ماشي انسان عادي. كي تشوفو هكا ابخي ما مات وما جيت نستوعبها وليت نقول سبحان الله. هو كيفاش كانت الفراق؟ اه ماشي سهل، ماشي سهل كامل عباك، سورتو هذاك الشوك في هذيك الدقيقه اللي دخلت لا ريانيماسيون. قلت بيب سي بون، تما خلاصت حياتي هذاك النهار، خلاصت. من اصعب اللحظات اللي تقدر تمر على الانسان هي فقدان شخص عزيز عليه، ومن اشد صعوبه هو فقدان الزوج اللي يعتبر سند وشريك حياه المراه. والأخت عائشة كانت مجبورة باش تتوقف من حين لآخر وراء الكواليس لاسترجاع نفسها وتكمل تسرد ناقصتها.